بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 50 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. لما الصحابة تركوا الديار والأهل في مكة وذهبوا إلى المدينة حيث لا مأوى لهم ولا مكان ولا تجارة ولا أرض يملكونها، فهم؟ فالنبي فعل فعلة لم يفعلها نبي قبله لهذا الجيل، مؤقتا عمل حاجة ثم بعد ذلك نسخت. عمل ايه؟ اخى بين المهاجرين والانصار، جاب كل واحد قال له انت اخوك فلان وانت اخوك فلان وانت اخوك فلان عشان يلاقي له مأوى، فسكنهم، فكل واحد خد اخوه سكنه عنده وعنده تجارة ومال وارض، قال له يفلح معي ويشتغل معي، فهم؟ مش كده وبس، وكان اللي يموت منهم يتوارثان إرث الأخوة. شوف إلى هذه الدرجة، يعني إخاء عجيب لم تشهده أمة من الأمم، إخاء بغير نسب، بنسب الدين، يعني جعل الدين والهجرة نسب، سبب لهذا النسب، فهمت بقى؟ ينبني عليه إيه؟ النصرة، ينبني عليه الإيواء، ينبني عليه المشاركة في المال، ينبني عليه المبيت والإيه وكذلك التوارث حتى بعد الوفاة، فهمت بقى؟ ده اسمه الإخاء. لحد ما ايه الصحابة الحمد لله جت غزوة بدر وخدوا غنائم فداء، واخد بالك، وابتدت تفتح عليهم الدنيا، وبعدين أجلوا بني النضير فخدوا أرضهم، وأجلوا بني قينقاع وخدوا أرضهم، وأجلوا خيبر وخدوا أرضهم، فتوزعت عليهم، خلاص بقوا أصحاب أملاك، فلغى الإخاء الذي يؤدي إلى الإرث، وأبقى الإخاء الذي يؤدي إلى النصر، إخاء الإسلام بقى، فهمت بقى؟ ونزلت الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الإرث، فهمت بقى؟ يبقى كان هذا إيه الإخاء في الإرث، كان حكم مؤقت، لكن الإخاء في الإسلام لم ينسى، ده دائم ليوم القيامة، مش كده برضو؟ وسيدنا رسول الله أخى بينه وبين مين؟ بدنا سيدنا علي. سيدنا علي قال النبي بعد ما أخى كل الناس، كل واحد عرف أخوه، سيدنا علي قال له يا رسول الله أخيت من كل الناس، وأنا قاعد كده ماليش أخ، هروح فين طيب؟ فقال أنت أخي. فأخى بينه وبين سيدنا علي، مقام عالي لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقال له بعد كده برضه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نفعنا الله بهم جميعا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 25 بعد 606,000، قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. أبو طلحة ده مين؟ زوج أم أنس راوي الحديث. أبو طلحة كان من أغنى أهل المدينة، فهمت إزاي؟ وسيدنا أبي عبيدة بن الجراح كان من أزهد الصحابة، تخش بيته وكان قائد الجيوش في الشام، فتح الشام كلها سيدنا أبي عبيدة بن الجراح، فرايح سيدنا عمر يستلم مقاليد بيت المقدس، فمر على أبي عبيدة عشان يشوفه ساكن فين، قائد الشام ده الكبير ده، دخل
لا قاعد في خيمة فيها كوز وفرشة بس. ده كل أساس قائد الجيوش اللي فتح البلاد، وأهل الشام دول عندهم القصور وعندهم كل حاجة. فقام سيدنا عمر تعجب من زهد سيدنا أبي عبيد. شوف سيدنا عمر الزاهد يتعجب من زهد أبي عبيد. يقول له يا أبا عبيدة، كل الناس غيرتهم الدنيا إلا أنت. كان يحبه جدا سيدنا عمر. أبي طلحة بقى كان أغنى أهل المدينة من حيث الإيه، الديار والمال والحاجات. ربنا أخى بينه وبين مين؟ أبي عبيدة اللي هو أزهد أهل المدينة الصحابة، يعني مش هياخد منه حاجة، مش عايزين حاجة، رضي الله عنهم جميعا. سيدنا أبي عبيدة مدفون فين؟ في الأردن. في الأردن ليه قبر هناك يزور. أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة سيدنا أبي عبيدة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو كان أبي عبيدة عايش لما طعنوا أبي الوليد المجوسي لكنت وليتوه عليكم. خلى هو الخليفة، كان يثق فيه ثقة عجيبة، فهمت بقى؟ لكن لما أما وقد مات فالخلافة في ستة، واختار لهم ستة، دول اختاروا واحد من الستة دول، فهمت؟ لكن لو كان أبو عبيدة عايش، سيدنا عمر كان يقول لهم كده، لو كان أبو عبيدة عايش لكنت وليتوه عليكم، هو الواحد، مفيش غيره. فعشان تعرف مقامهم يعني. وعن أبي قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك. أمال إيه لا حلف في الإسلام؟ يعني لا حلف في الإسلام يؤدي إلى التوارث. يبقى النبي هنا بينفي الإرث من الحلف ولا ينفي حلف النصرة. فهمت بقى إزاي؟ يعني ينفي حلف التوارث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني لا حلف في الإسلام يوجب الإرث، ولا حلف في الإسلام ينبني عليه معصية أو مخالفة للشرع. يبقى بينفي هنا حلف مخصوص. وأيما حلف كان في الجاهلية يوافق الشرع الشريف لم يزده الإسلام إلا شدة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الأحاديث دي تفهم بهذه القيود للجمع بين الأدلة. فهمت؟ يبقى تفهم بهذه القيود للجمع بين الأدلة. لأن النبي قال إيه؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. مش قايل كده؟ طب ما ده حلف أهو. حلف نصرة. حلف احترام وتوقير، مش كده برضو؟ لكن الحلف الذي نهى النبي عنه هو الحلف الذي يؤدي إلى المعصية أو الحلف الذي يؤدي إلى الإرث، لأن الإرث أسبابه صارت هي النسب أو النكاح أو الولاء، بس دي أسباب الإرث ثلاثة. فهم؟ يبقى لما تيجي جماعات كده يتحالفوا مع بعضهم في وسط المسلمين علشان يبقوا ضد باقي المسلمين، او ده لا حلف في الاسلام لان ده فرقه. فهمت ازاي؟ ما تجيش جماعه يقعدوا تحت السلم يبايعوا بعضهم ان يعادوا بقيه المسلمين، يقول لك احنا الجماعه النبي نهى عن ذلك لان هذا يؤدي الى الفرقه. انما المؤمنون اخوه، كلنا اخوه، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش كلنا اخوه، نتحالف نبقى ضد بعضنا. فهمت ازاي؟ فده ما ينفعش. يبقى لا حلف في الاسلام ده ينفي ايه؟ صحة كل تحالف الجماعات والفرق اللي نبتت ونشأت في وسط ايه؟ جماعة المسلمين. فهمت ازاي؟ ينفي هذا كله، لا حلف، لا غير مقبول. ليه؟ لأنه يؤدي للفرقة، والإسلام لم يأمر بفرقة، ويؤدي إلى فساد ذات البين، والإسلام يمنع من فساد ذات البين. يبقى لا حلف يؤدي إلى محرم. فهمت بقى؟
لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية أن يحققوا مقصود الشرع الشريف لم يزدوا الإسلام إلا شدة. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقول على حلف الفضول، مش كده برضو؟ وده حضره قبل الإسلام وقبل الشرع، لكن كان حلف فيه حاجات إن الشرع جاء بها، وهي نصرة المظلوم ورد المظالم ونصرة الضعيف وعدم الاعتداء على الآخر. شوف كلها كلام، كله جاء بالشرع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن حلف ذات الفضول ده لو جاء في الإسلام لكنت أول من ينادي به، لأنه كله ينادي بما ينادي به الإسلام. يبقى وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إن وافق مقاصد الشرع الشريف. باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة. لا شك أن بقاء النبي في وسط الصحابة كان أمان من فرقة الصحابة، لا شك. أديك أنت شفت بعد وفاة النبي الصحابة ابتدوا بالتدريج كده لما تفرقوا وقتلوا بعضهم البعض، فكان النبي وجوده أمان من فرقة إيه؟ الصحابة. وجود الصحابة أمان من إيه؟ من انتشار البدع والفرقة التي انتشرت في عصور تابع التابعين بعد ذلك. فهمت؟ لأن هم الذين تحملوا الشرع الشريف من مصدره، فكان وجودهم يمنع ظهور البدع، فكان أمان لغيرهم وهكذا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ يعني أنتوا لست قاعدين؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، لأن القيامة من علامتها أن النجوم تخسف وأن النظام الكوني ينهدم، فطول ما النجوم موجودة في بواقعها أمن للسماء، يعني لسه القيامة مش هتقوم. فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفرقة، وجعل بأسهم بينهم شهيد. وأصحابي أمنة لأمتي، أي من كل بدعة وفرقة في الدين واختلاف في الرأي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. من انتشار الفتن والبدع والخلاف في الرأي وغير ذلك. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي احنا بنسميهم ايه؟ السلف الصالح. السلف الصالح اللي هي الثلاث قرون، ثلاث قرون الأولى نسميهم السلف الصالح. وبعدين الناس تيجي في اخر القرون يسموا نفسهم السلف. سلف ايه؟ مش عارف. السلف دول ماتوا خلاص، عايز تروح روح زورهم في القبور. انت انت خلف. فهمت ازاي؟ الخلف دول اللي خلفوا بعد كده. شوف حتى يعني الاسم نفسه غلط من بدايتها كده، يعني من بدايتهم عنوانهم غلط، ولما تخش بقى تشوف المعنى تلاقي كمان المعنى مليان غلط اخطاء. فهمت ازاي؟ والناس يقولوا لك ايه؟ الشيء بيبان من عنوانه. يعني اما تلاقي كتاب عنوانه غلط هتقرا؟ ده احنا من اولها كده. يقول لك المصريين يقول لك ايه؟ اول القصيده كفر، يعني خطا، يعني كفر يعني خطا. فاهم؟ فالسلف هم الايه؟ ال 300 سنه الاولى او الثلاث قرون الاولى، اللي هم ايه؟ الصحابه فالتابعين اللي هم اولادهم واتباعهم وتابع التابعين، بس بعد كده اسمه خلف بقى. فاهم؟
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن أبي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جموع، الفئام هنا الجماعة الكثيرة. يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله، يعني من رأى رسول الله يعني صحابي، يبقى تعريف الصحابي النبي بينه هو من رأى النبي ولو لحظة مؤمنا به في حال حياته، هو ده تعريف الصحابة. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، يبقى ببركته ربنا ينصرهم، عشان فيهم بس هم أعداد ضخمة من الناس بس فيهم صحابي واحد ببركته ينتصر. فهمت ازاي؟ يبقى ينصروا به، يبقى ربنا الرسول بيبين هنا بركة هذا الجيل الذي رآه، ده مجرد ان رأى النبي بقى بركة، وجوده في حد ذاته بركة. فهمت بقى ازاي؟ ثم يغزو فئام من الناس، جيل بعدهم يجي، فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده تعريف التابعي، من رأى من صحب النبي، ده تعريف التابعي. فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ببركته. ثم يغزو فئام من الناس، جيل ثالث بعدهم، فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعي التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. وده يدل على ان النبي اخبر عن غزو البلدان من امته، لان الوقت بتطلع الدعوات يقول لك ان غزو البلاد ده كان غلط، ليه يغزو البلاد؟ ما هو لو ما كانتش الامه غزت البلاد المحيطه كانت الفرس والروم محكوا الاسلام ببساطه كده، فكان افضل وسيله للدفاع عن الاسلام هي الهجوم. التانيين يقول لك لا، زي اسلام بحيري الجدع اللي بيجي ده في التلفزيون يقول لك اكبر بلاء حصل في الامه هي الغزوات اللي عملوها دي كلها، هو الدين قال لنا نغزو، لانه مش فاهم ان اي عدو لو وجد بلد ضعيفه هيغزوه، فكان ليس امامهم الا ان هم يغزوا من حولهم عشان يؤمنوا حدود الدوله، يقوموا يؤمنوا حدود الاسلام. فهمت ازاي؟ ده ربنا ألهمهم، والنبي أخبر إنه هيحصل وإنه هيفتح عليهم، لكن الإسلام بحيره يقول لك مفيش حاجة في السنة تدل على إننا نغزو يعني. طب ما يقرأ الحديث أهو، يقرأ صحيح مسلم. فهمت ازاي؟ طب ما هو النبي بيقول إن في جيل هيجي يغزو بعده ويكونوا جموع كبيرة وجيوش كتيرة. تصور احنا لو المسلمين فضلوا، هو النبي ليه عمل غزوة تبوك؟ لانه هو قاعد في المدينة سمع ان الروم بيعدوا جيش لسحق ايه؟ النبي اللي ظهر في جزيرة العرب، وابتدى العرب تجتمع حوله، فالروم كانوا بيعدوا جيش كبير عشان يغزو، فالنبي قال ايه؟ ما نقعدش احنا في المدينة يستناهم ما يقولنا، لا نروح نقابلهم على المشاهد، فخرج في غزوة تبوك. ادي سبب غزوة تبوك. فلما الروم سمعوا بخروجه خافوا رجعوا، وفضلوا راجعين قد ايه؟ 20 سنه خافوا يغزوا جزيره العرب. كانت في الفتره دي تمت حروب الرده واستقرت الدوله في خلافه سيدنا عمر، وبعدين بعد كده كانوا بعد 20 سنه دي هيفوقوا تاني يجوا يحاربوا تاني. فهمت ازاي؟ طبيعه الدنيا كده. وبعدين بعد شويه الفرس تاخد من هنا الاطراف، والروم ياخدوا من هنا الاطراف، وكنا ضعنا وكان الاسلام ضاع. ده ربنا الهمهم اسباب، لان عند العلماء الحروب والسياسه يقول لك ايه؟ الهجوم خير وسيله للدفاع. الهجوم ايه؟ خير وسيله للدفاع. لكن ايه الجماعه اللي طالعين الليبراليين دول اللي بيتكلموا في الاسلام بطريقه غريبه؟ بيعيبوا على المسلمين غزواتهم، يقول لك مفيش حاجه اسمها غزو في الاسلام، جابوها منين؟ لا في القران بيقول ولا السنه بتقول ولا بتاع، ولابس لك بدله بقى كده
ويخم الناس بمظهره، والناس للاسف مش حافظه القران ولا قرات السنه ولا قرات السيره ويصدقوا. فهمت ازاي؟ بقت فتن ويعيب في السلف الصالح اللي هي خير القرون، اللي النبي بيقول الواحد فيهم بركته كانوا ينتصروا بسببه على جموع كثيره من الناس ببركه هذا. فيبيع يعيب في الجيل البركه ده؟ ده انت لما تعيب في مسلم واحد ومش بركه حرام، فما بالك بقى ما تعيب في جيل كله بركه. وبعدين الجيل ده هو ابائنا، يعني هو هم احنا جينا منين يعني؟ اتزرعنا يعني زرعونا في الارض كده زي الشجر ولا اتولدنا منهم؟ فدول ابائنا. بتعيب في ابوك وجدك؟ حاجه غريبه قوي. يعني اي واحد فينا بتدور على نسله كده وتمشي وراه كده قد 50 اسم هتمر على صحابي لازم، ولا انت جيت منين يعني؟ فهمت؟ طلعت شطاني يعني؟ المطر مطر في بلدكم فطلعت كده؟ فهي بالتوارث، فشيء عجيب يعني. وعن ابي قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال زعم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم في قول قريش هو القول المحقق. زعم يعني قال قولا محققا. لحسن تفتكرها ايه زعم يعني قال قولا مشكوك فيه؟ لا. قال زعم ابو سعيد الخدري، والنبي بيقول ايه؟ انا زعيم بيت في ايه؟ في ربد الجنه. مش كده؟ زعيم يعني ضامن. يبقى الزعم هو القول المحقق المضمون بلغه قريش. في الاستعمال الحديث زعم يعني ايه؟ يعني بيقول كلام غير محقق كده. ده في اللغه الحديثه. لكن احنا لازم نفهم القران والسنه بلغه من قالوها. فهمت بقى؟ قال زعم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، يعني الجيش اهو، فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، اي بسببه ببركته، ثم يبعث البعث الثاني الجيل اللي بعده، فيقولون هل فيهم من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم به اي ببركتهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. يعني معنى إيه؟ أن رؤية الصالحين بركة كبيرة. مجرد أنك أنت شفت الصحابي بقيت راجل بركة كبيرة. مجرد أنت شفت اللي شاف الصحابي بركة كبيرة. أدي بركة الإسناد، بركة الإسناد باللقاء. فهمت بقى إزاي؟ بركة الإسناد باللقاء، بمجرد اللقاء. شفت الإمام البخاري كان يشترط اللقاء عشان تتم الرؤية بين الشيخ والتلميذ عشان يحصل له هذه البركة. فهمت بقى إزاي؟ الإمام البخاري كان لا يشترط المعاصرة فقط، بل يشترط المعاصرة واللقاء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلوني، يعني الجيل اللي يجي بعدي اللي هو جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم أبنائهم اللي هم تابعي الصحابة التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. يعني إيه؟ يعني ما يفرقش معاه حلف ما حلف، يقول الكذب ما يهموش. فهمت إزاي؟ يعني خلاص ما بقاش في أمانة ولا في مسؤولية في الكلمة، يدعي أنه شهد وهو لم يشهد شيء، ولو طلب منه أن يحلف يحلف ما تفرقش معاه. فهمت إزاي؟ تنتشر بقى شهادة الزور. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني ما يهموش، يحلف في الآخر يحلف في الأول، هو كده كده بيقول كده. يبقى معناه الوازع الديني عنده بقى ضعيف،
فهمت ازاي؟ لم يذكر هناد القرن في حديثه، وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. وعن أبي قال، والعجيب أن المذاهب الأربعة نشأت في القرون الثلاثة الأولى، المذاهب الأربعة المعتمدة اللي احنا بنتعلمها، ويجي الناس يقول لك ايه، يقول لك لا لا لا، دي هم فهمهم احنا مش ملتزمين بيه. وبعدين طب مش هنلتزم بفهمك انت بقى يا استاذ، يعني طب احنا مش هنلتزم بيه معاك، طب نلتزم بفهم مين؟ فهمنا. حاجه غريبه. طب انت ولا هم؟ هم اقرب للغه وافهم للغه واقرب للعهد واقرب للنبي، وانت بعيد في اخر الدنيا، زمن الفتن، زمن الجهل، زمن اختلاط الالسنه، فهمت ازاي؟ زمن انتشار الشبهات. فانت هتفهم بهذه الخلطه العجيبه اللي في ذهنك، وبالتالي هيبقى فهمك معوج. فهمت؟ فايهما اقرب؟ نفهم دول ولا نفهم بقى؟ وعشان كده اسسوا لنا القواعد في ال 300 سنه دي، قواعد الدين والفقه والاصول كلها اتاسست، وقواعد النحو وقواعد البلاء كله اتاسس، وبناء والمعاجم اتالفت، علشان كمان معاني المفردات اتكتبت المعاجم واتضبط كل شيء، حتى الشعر اتضبط باوزان، واخد بالك؟ كل حاجه كانت منضبطه. بعد كده بقى عندنا قواعد نرجع اليها للفهم. لكن هم عايزين يتفلتوا من هذه القواعد بجهلهم، عشان هم جهلة في القواعد دي، ولان دراسه هذه القواعد تاخد منهم جزء كبير من عمرهم. هم عايزين يتريسوا بسرعه من غير ما يبذل مجهود، فهمت؟ مجرد بس انه عنده لباقه في اللسان، واشترى بدله جديده وبص في المرايه كده قال والله ده انت تنفع شيخ، فراح بعد كده قعد يكلم الناس. ما ينفعش كده، ما ينفعش، فهمت؟ لازم مجهود، الحكايه عايزه مجهود وتعليم ومثابره وهدوء اعصاب وهدوء نفس وتواضع واحترام للاباء والاجيال الاولى، علشان ربنا يدي لك البركه في الفهم، لان الفهم ده بركه من الله. الحكايه مش معلومات، ده المساله كلها فهم، فهم؟ مش معلومات وثقافه هي. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي، قال اسحاق اخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال قرني، الجيل بتاع النبي طبعا، لان النبي افضل الخلق، يقوم ربنا يختار له افضل جيل، ما هو مجمع الا ما وفق، فافضل جيل لازم يقعد مع افضل من خلق الله، فهمت بقى ازاي؟ فافضل صحابه نبيهم صحابه نبينا، لماذا؟ لان نبينا هو افضل الانبياء، فهم افضل من الحواريين وافضل من ايه؟ من النقباء بتوع سيدنا موسى، وافضل من كل حاجه في مجموعهم لا في افرادهم. قد يكون في افرادهم من هو اقل فضيله، ما يجراش حاجه، احنا بنتكلم على المجموع وليس على مستوى الافراد، فهمت؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثلاث قرون الاولى اللي هم السلف الصالح، نسميهم احنا ايه؟ السلف الصالح. امال سلفيه اليومين دول ايه؟ دول السلف ايه؟ الطالح، الخلف الطالح، واخد بالك؟ فدي مشكله. ثم يجيء قوم تبدر، يعني تسبق، تسبق، تبدر هنا يعني تسبق شهاده احدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادته، يعني لا يأبه، يحلف ما يحلف، هو كذاب كذاب، لا يمينه هيأثر ولا عدم يمينه هيأثر، هو اصلا كذاب، شهادة الزور تنتشر، فهمت ازاي؟ ما هو قالوا مش عارف الايه احلف، فقال جالك الفرج، مش كده؟ قالوا الايه للحرامي، يعني غير الامين، ما هو المثل المصري يقول لك كده، قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج، فهمت ازاي؟ مع انه اليمين الزور دي خطر، لو انت راجل امين وقال لك احلف، ده كان في ناس ما ترضاش تحلف على الحق، ويتنازل ويدفع من جيبه ويقول لك وانا هحلف، وانا هو انا يعني شبهه من اهل الشبهه عشان احلف؟ صدقوني ما صدقونيش خلاص، انت عايز فلوس يا ابني خد الفلوس. يعني انا كنت اسمع من جدي انه كان في اجيال في الجيل بتاعه كان ناس تدعي عليهم اموال وهم ما خدوهاش، ويروح للمحكمه القاضي يقول له احلف، يقول له ما احلفش، هو عايز كام؟ خد، واخد بالك؟ اديله تنه ماشي، لان يعتبر ان الحالف ده ما يليقش بمقامه،
ان هو بقى محل شبهه، وان القاضي مش هيصدقه لما يحلف، ده المفروض يصدقني من غير ما احلف. وعشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه؟ ما حلفت منذ وعيت لا صادق ولا كاذب. ما كانش يحلف ابدا الامام الشافعي. اتكلم مع انه شوف قضى عمره كله في مناقشه الناس ومناظره الناس. ويقول ايه وهو على فراش موته؟ ما حلفت يا ربيع ابدا لا صادقا ولا كاذبا. شفت قد ايه؟ لانه كانوا اهل كلمه واثقين. اما يحلف معناه انك انت محل شبهه. تحلف ليه؟ يبقى انت كذاب. فهمت بقى؟ ادي معنى كلام النبي، ان الناس تبقى تستهون الحلف وتستهون القسم، تعتبره حاجه هينه ولكنه عند الله عظيم. فهمت؟ ربنا بيقول ايه؟ احفظوا ايمانكم. مش ربنا قايل لنا كده؟ واحفظوا ايمانكم. ما تبتزلهاش. تبتزل يمينك. لكن تيجي الناس تبتزل اليمين ولا تهتم بيه، ويحلف حتى وهو بيقول نكته. بيقول مجرد نكته كده عشان يضحك الناس، يحلف وسط الكلام. طب تحلف ليه؟ فهمت ازاي؟ الا اذا كانت قله ديانه. من قله الديانه عدم حفظ الايمان. فهمت ازاي؟ لان ربنا قال واحفظوا ايمانكم. ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته، قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وعنه أهو كانوا هم صغيرين يعلموه ويعلموه كده، يا ابني ما تحلفش حتى وانت بتلعب مع أصحابك، تحلفش ولا توعد إنسان وعد لأنك يمكن ما تخلفش تخلف، فما يعني خليك كده حر. يربوا اولادهم على هذا. فهمت؟ لكن الوقت الام يجي الواد يقول لها ايه؟ انا اكلت السندوتش بتاعي يا ماما. تقول له طب احلف. يعني هي معلمانه وهما ما بتصدقوش. يقوم العيل ايه؟ بعد كده يتعود الكذب عليه ويحلف. يتعود الكذب عليه ويحلف. فهمت بقى؟ ما ينفعش. لازم تربيهم على انك انت الكلمه صدق. خلاص. كلت السندوتش؟ كلت السندوتش. رحت المدرسة يا حبيبي؟ اه رحت المدرسة يا حبيبي. خلاص. لا يا مجرم، ده انت بتخرج من كده وتروح على النادي وتيجي لما المدرسة تخرج، ده انت كده بتضحك عليا. ما ينفعش كده. حتى لو عمل كده صدقه. وانت عارف انه راح النادي. شفت قد ايه؟ لأنه بعد شوية هيتعدل. وضميره هيأنبه. يقول ما يصحش كده أنا أكذب على أبي. لأن أبي ده بيصدقني في كل حاجة. صحش. شوف قد ايه؟ لأن التربية بالتغافل من أعظم وسائل التربية. التغافل يعني إيه؟ يعني تعرف إنه غلطان وبيقول لك كلام غلط وتتظاهر إنك صدقته. علشان تعلمه قول الصدق. أدي معنى التغافل. يقوم بعد كده يستحي إنه يكذب. فهمت بقى إزاي؟ بالتدريج كده هتلاقي بعد كده اتعدل 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 وبطل يكذب. أنا عندي أولادي كده. أنا كان أحد أولادي كان يخرج من المدرسة في الحص في الفسحة ويروح يصطاد من النيل ويجي مع المروح. وناس من في النادي اللي كان بيصطاد منه يعرفوني بيصلوا معايا، قالوا لي ابنك بنشوفه، وانا ولا كأني سمعت. ايه يعني ما يروح يصطاد؟ واقول له عامل ايه في المدرسة؟ يقول لي كويس يا بابا الحمد لله الحمد لله، وكأني ما عرفتش. وبعدين بعد شوية نزوة وعدت، عمل كده شهر ورجع تاني يروح منتهي، ولا عرفته ان انا عرفت حتى لحد دلوقتي، وكبر واتجوز ولا عرفته. فهمت ازاي؟ ما تفرقش معايا. التغافل من احسن وسائل التربيه، والنبي كان يربي بالتغافل. كان اذا راى ما لا يريد ما يعجبه اعرض واشاح، كانه مش شايفه. فهمت ازاي؟ وبعدين بالتدريج هو يتعدل. ليه؟ لانه هيحبك وهيحس انك انت مش بتنقر وراه ومش ايه بتتجسس عليه، وانك انت ما بتدورش على معايبه. يقوم يحبك، ولما يحبك يرجع لك. انما اول ما يلاقيه كل شويه قاعد تزعق له، كل شويه قاعد تدور على معايبه، يفلت منك. ما يقدرش بعد كده يسمع نصيحتك. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده التغافل من اهم وسائل التربيه. فهمت ازاي؟ تعرف امتى تتغافل وامتى ايه تنصح. ونصحك يبقى بعملك اكتر ما يكون نصحك بلسانك، لانك لما تكتر النصائح للعيال هيتولد عندهم محبه ايه؟ مخالفتك. طبيعه الانسان كده. فهمت ازاي؟ كلما كثرت ايه؟ الاوامر
كلما مل منها يذهب. انما يا سلام احنا انا ابونا كان يعمل كده، كان ابويا مثلا يقول لي اللي يعجبك اعمله، انت مش مبسوط كده؟ اقول له اه، اقول له خلاص اعمل. وبعدين اروح اعمل كده يحصل لي مشكله، او ما انا نفسي اتعلم ان كده كان غلط، ما كانش حق اعمل كده. انما لو منعني هعيش طول عمري نفسي اعمل كده. فهمت ازاي؟ فاول ما اكبر شويه افلت. لا، يسيبك كده تجرب وتعرف، واخد بالك؟ ربنا بيسيبنا انعصار عشان تشوف ذل المعصيه تقوم تكرهها. فهمت ازاي؟ ربك نفسه بيسيبك تعصى ويسترك وانت بتعصى، ومره واثنين ويسترك تغافله. فهمت ازاي؟ علشان بعد كده ترجع له تاني وتحبه وتعرف انه سترك في المعصيه، يبقى لو رجعت له هيقبلك، لان هو حبيبك اللي سترك هو اللي يقبلك وهو اللي يكملك. شفت ازاي؟ كل دي وسائل مهمه في التربيه. عشان كده بيقول ايه؟ كانوا يعلموا الغلمان وهم صغيرين، يقول له يا ابني ما تحلفش حتى وانت بتلعب مع زمايلك، وكمان ما توعدش حد بوعد لان يمكن ما تعرفش توفي، عشان يبقى يتحافظ على كلمتك. بيتربوا كده. قال ابراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، كلاهما عن منصور باسناد ابي الاحوص وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا ادري في الثالثه او في الرابعه. قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني كلامهم غير موثوق فيه بعد كده. وعن ابي قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم عن ابي بشر حا قال وحدثني اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، والله اعلم اذكر الثالثه ام لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانه يشهدون قبل ان يستشهدوا. السمانه يعني ايه؟ يا اما السمانه هو كثره اللحم والاكل والشرب والترف تحتمل، والوقت انتشر السمن واصبح عمليات السمنه المفرطه اكثر من عمليات الحوادث من كثره السمنه المفرطه. شفت قد ايه؟ يبقى ينتشر بسبب الترف. الترف وايه؟ والشبع. او السمانه يعني ايه؟ ان هو يعني يتكلف ما ليس فيه، يعني يعمل نفسه عالم وهو مش عالم، يعمل نفسه عارف وهو مش عارف، يعمل نفسه يتكلف يعني، لأنه لا يعرف مسؤولية الكلمة. فيبقى أسهل حاجة الكلام، يا سلام يقعد يتكلم ساعتين ثلاثة، أسهل حاجة الكلام، وبعدين في حياته يخالف أسلوب حياته كل ما يقوله، يعني يتشبع بما ليس فيه. فهمت ازاي؟ يبقى السمانة تحتمل التشبع بما ليس فيه، يعني الادعاءات، يدعي ويدعي ويدعي بلا بينة، يدعي العلم وليس بعالم، يدعي الغنى وليس غني، يدعي الزهد وليس بزايد، يدعي الصلاح وليس بصالح. الادعاء. فهمت بقى ازاي؟ بلا بينة. يبقى دي معنى السمانة. او السمانة جاية من السمن، كثرة اللحم بسبب الترف وكثرة الشبع والاقبال على زينة الدنيا والانغماس فيها. فهمت؟ كل ده يؤدي الى هذا. فهمت بقى؟ هو ده اللي احنا عايشين فيه، ودي من علامات نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبه حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه، كلاهما عن ابي بشر بهذا الاسناد مثله، غير ان في حديث شعبه قال ابو هريره فلا ادري مرتين او ثلاثا. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر، الغندر اللي هو محمد بن جعفر.
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا خيرية في المجموع وليس على مستوى الأفراد، خيرية في المجموع وليس على مستوى فردا فردا، فهمت؟ يعني ممكن يجي في الأجيال المتأخرة من هو أخير من بعض أفراد الأجيال الأولى، فهمت بقى إزاي؟ كالأولياء والصالحين. يبقى على مستوى الأفراد ممكن تبقى في خيرية في الأجيال المتأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة، وقال رب مبلغ أوعى من سامع، مش كده قايل كده برضه؟ يبقى هنا لما بيقول خير القرون قرني يعني في المجموع لا على مستوى الأفراد فردا فردا، فهم؟ قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون يعني يؤتمنون لغة في يؤتمن يعني ولا يؤتمنون، يؤتمنون يعني يؤتمنون، كويس؟ دي لغة فيها يعني. ويخونون ولا يؤتمنون، يؤتمنون يعني يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يعني ايه؟ حتى ينذر ولا يوفي بالنذر، والوفاء بالنذر واجب، يعني لا يفعلون الواجبات. ويظهر فيهم السمن، اهو السمن كسرة اللحم وايه والسمنة المفرطة والحاجات دي، دلوقتي في ادوية وعمليات كتيرة، يعني في عمليات سمنة مفرطة مش موصوف فيها مش اقل من 50 عملية من اجل السمنة المفرطة بس، ولا عملية فيهم حلو، كل عملية فيهم اسوأ من التانية. واحسن حل ايه؟ قلل الاكل يا اخي، قلل الاكل بقى لما تروح تتبنج وتفطس في البنج يبقى وزنه 250 كيلو، تبنج واحد 250 كيلو بقى قابلني بقى لو فوقته هيتبنج وهيتفطس هيفطس هيموت. فايه ده ياكل لما مات؟ مات من كتر الاكل، ايه ده؟ فاهم؟ مشكله يا اخي. دلوقتي هوم ديليفري يبقى العيال قاعد طول النهار بقه كده اهو، واحد ياكل ياكل، واحد على الكمبيوتر ما يتحركش يربي كرش يربي كرش، وتلاقيه عنده 20 سنه وزنه 150 كيلو، ايه ده يا ابني؟ يقول لك اصل انا بشتغل في الشركه على الكمبيوتر طول النهار قاعد. طب ما انت طول النهار قاعد وبالتليفون هوم ديليفري قاعد تاكل كمان، قاعد وبتاكل طول النهار، ما ينفعش كده يا ابني، ما ينفعش كده، هتموت نفسك من الاكل. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وفي حديث شبابة قال سمعت زهدم ابن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين، وفي حديث يحيى وشبابة ينذرون ولا يوفون، وفي حديث بهز يوفون ولا يفون ولا يفون، والتانية الرواية التانية ولا يوفون، يعني في يفون ويوفون روايتين، فهم؟ كما قال ابن جعفر. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون.
يعني يحلف لوحده كده من غير ما تقول له احلف، هو بيتطوع ما شاء الله. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وشجاع بن مخلد واللفظ لابي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكم الغدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.